خدنا خط دفاع كبير جدا عن الموسيقى العربية الكبيرة الكلاسيكية. الله يرحمه، البقاء لله، البقاء لله. حزين في يعني الموسيقيين كلهم، حابب تنعي الراحل المايسترو، يعني تحب تقول له ايه فن؟ الله يرحمه، كان فنان عظيم جدا، وخسارة كبيرة للفن العربي، يعني خسارة كبيرة. كان شاهد كبير زي ما قلت قبل شوية على مرحلة من أعظم مراحل الموسيقى العربية، وعلى كوكبة من الفنانين الموسيقيين والملحنين العرب التاريخيين والمغنين طبعا، وانضم إلى هذه الكوكبة ككبير برضه لا يقل عنهم. مايسترو سليم صحابي، يعني تحب تقولي لأسرته، هل حضرتك التقيت بأحد من أسرته يا فندم ولا لسه؟ لا 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 لا، ما التقيتش بحد، وأنا يعني قاعد وحزين جدا على اللي حصل، لخسارة كبيرة لا تعوض، يعني هيقول إيه الواحد يعني. طيب الأستاذ مايسترو، معلش يعني رأي حضرتك فيما يعني حصل مؤخرا من جدل وهذا لا لا، مش هتكلم في الموضوع خالص، كفاية كفايانا الحزن على انه فقدناه، يعني كفاية ده خلاص. من وجهة نظر حضرتك، هل في خليفة للأستاذ حلمي بكر حاليا دلوقتي؟ ما فيش حد خليفة لحد، كل واحد بيقوم بدوره التاريخي في التاريخ الموسيقى العربية. تحب تقولي ايه لابنه هشام يا فندم ولأسرته كلها؟ احنا بنعزي مش بس اسرته، بنعزي انفسنا، لان الخساره تمس كل واحد بيحب الموسيقى او له علاقه بالموسيقى وبفن الغناء والموسيقى. يعني اخر تواصل كان مع حضرتك مع الراحل كان امتى؟ يعني ما بذكرش التاريخ يعني، بس كان تواصل دائم بيني وبينه، كنا نتكلم بأمور الموسيقى العربية وتاريخ الموسيقى العربية بحاجات كتيرة يعني. وفقدنا مع وفاته كنز لا يقدر بثمن من المعلومات الموسيقية التاريخية. الموسيقار حلم بكر تاريخ كبير جدا جدا من الموسيقى الحديثة والمتجددة، شايف هذا الأمر إزاي، وشايف يعني هذا التاريخ إزاي من وجهة نظرك يا مايسترو؟ لا، ما اتكلمنا عن الموضوع، أنا منكرر نفس الكلام، هو قيمة فنية كبيرة وتاريخية فقدناها للأسف للأسف، وكل واحد من هؤلاء العظام يذهب لا تعويض عنه، ما فيش تعويض، البقاء لله. حضرتك المايسترو سليم سحاب يعني حاضرا في جنازة الراحل حلمي بكر، الآن يحضر الكثير من الوسط الفني وأيضا من أسرة الراحل حلمي بكر لتشييع صلاة الجنازة التي تجرى الآن بمسجد السلام بمدينة نصر، والآن مشاهدينا يخرج جثمان